السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. اليوم سوف نتعرف على تقييم الدولي الجزائري المحارب والمايسترو اسماعيل بن ناصر في مباراة فريقه ميلان ضد فريق تشيلسي في الجولة الرابعة من دورة مجموعة ببطولة دوري أبطال أوروبا. قبل البداية في التفاصيل والدخول في صلب الموضوع أكثر للتعرف على تقييم النجم الجزائري اسماعيل بن ناصر اليوم، أتمنى منكم ألا تنسى الاشتراك لايك للفيديو لكم جديد، ونبدأ أكثر في التفاصيل والتحدث على ما قدمه بن ناصر وعلى التقييم الذي حصل عليه اسماعيل بن ناصر في مباراة اليوم. قبل كل شيء، اسماعيل بن ناصر كعادته اساسي في تشكيلة مدربه بيولا، وكعادته متألق ما شاء الله عليه. مباراة كبيرة في خط وسط نادي ميلان، خصوصا في الشوط الاول كان فعالا في قطع كثير من الكرات واجهاد كثير من الهجمات لنادي تشيلسي. كان رائعا في استخراج الكرات بسلاسة بدون اي خطأ وبدون اي تبريرة خاطئة، لكن انخفض الإيقاع أو انخفض أداء نادي إيسي ميلان كاملا بعدما تلقى البطاقة الحمراء وتلقى الطرد وتلقى الهدف الأول من ركلة جزاء بظلم تحكيمي في بارتيوم. على العموم، اسماعيل بن ناصر قدم مباراة كبيرة وجيدة ونال تقييم 6.9 كثاني أعلى تقييم في فريقه ميلان في مباراته ضد تشيلسي. طبعا المباراة انتهت بفوز تشيلسي على رفقاء اسماعيل بن ناصر اليوم. نتمنى كل التوفيق للدولي الجزائري في المباراة القادمة مع فريقه إيسي ميلان، لا في الكالتشيو ولا في دوري أبطال أوروبا. وهذا هو كل شيء، لا تنسى الاشتراك وإلى اللقاء.